اقوى مثل. يعني عايزك تقتنع ان كل ده عشانك، اقسم بالله، وتقدر المجهود. تمام، يلا. طبعا الفتره اللي فاتت الناس ما كانش ليها سيره غير لألبوم كارما بتاع ارسينك، تمام، نازل بقاله فتره يعني. فطبعا ما فيش سيره غيره عندي هنا، تمام. وطبعا الجرعه بتاعت السايفر ما كانتش كفايه، وانا عارف ان هي مش كفايه، تمام، بما انه هو منزل ألبوم يعني. بس حقيقي انا ما اعرفش حاجه خالص عن الألبوم ده، ولا شفته، ومش عارف ليه يعني، حتى ما لقيتوش عنده. والموضوع ده انا مستغربه بشكل كبير، تمام. وفي عتاب اكيد عليه يعني، ان يعني ايه في ألبوم رابر ينزله ومش كتير من الناس تعرف ان في ألبوم نزل، تمام، او يعمل ارقام. فالموضوع معلش غريب شويه بالنسبه لي، ولكن جه الوقت اهو، خلينا نشوف ونسمع ونقفش اول تراك في الالبوم. واوعدكم لو على المستوى هنكمل باقي الالبوم، ماشي، عشان على حسب ما الناس بتقولي في حوالي 6 تراكات وفي تراكين كمان عليهم. فخلينا نشوف مع بعض كده واحده واحده الموضوع ماشي ازاي. مبدئيا الالبوم مش نازل عنده، تمام، وده انا مستغربه، ممكن يكون بالاتفاق مع راكا ستوديو غالبا اللي فيه هيما وتي سموك. وبالفعل منتج التراك بتاع كارما اللي احنا هنبدأ بيه النهاردة هو تي سموك، وانا اعرف تي سموك من زمن يعني، اعتقد من 2013 او 2014 يعني. هو بروديوسر قوي جدا وتقيل، تمام، قوي وتقيل، ده اللي انا اعرفه عن تي سموك. بس بقالي فترة برضو ما سمعتلوش شغل، تمام، خاصة ان عم هيما مش موجود على الساحة خالص يعني، مختفي، ممكن يكون قاعد في السعودية، بس مفيش راب جاي منه خالص. اتمنى اسمع له جديد يعني، ممكن برضو ابقى انا مش متابع، لانه واضح ان ما شاء الله انا فايتني كتير جدا، بس هنحاول نواكب يعني، اوعد البشرية ان شاء الله يعني. تمام، اول تراك معانا لأرسينك، تمام، اسمه كارما، وطبعا متسجل في راكا ستوديو، وهم كمان اللي منزلين الالبوم عندهم. فخلينا نبدا باول تراك اللي هو اسم الالبوم اصلا، كارما. وطبعا لاول وهله هتسال ايه كارما ده، وهيجي في دماغك بقى، فاهم، ايه اسم صاحبتك وبتاع، وان دي ممكن تكون واحده ارسينك يعرفها يعني. ولكن على العكس تماما، كلمه كارما دي ليها معنى، وهي المفروض تعني العمل والفعل، تمام، وليها مفهوم كده غريب شوية بيقول عليه مفهوم أخلاقي، تمام، في المعتقدات الهندوسية والبوذية واليانية والسيخية. ما تسألنيش بقى، فاهم، ما تسألنيش بقى إيه ده، ما تدخلنيش في تفاصيل، تمام، خد مني الخلاصة ونام، تمام، ما تدخلنيش بقى إيه في مواضيع. بس المفهوم الأخلاقي ده المفروض بيقولك إن هو بيشير إلى مبدأ السببية، حيث النوايا والأفعال الفردية تؤثر على مستقبل الفرد، تمام؟ هنفهم بقى ده إيه علاقته أساساً بالتراك جوه بقى، تمام؟ عشان واضح إن الموضوع كبير، جميل؟ فنبدأ كده السنة بتاعتنا الجميلة 2003 ولا مؤاخذة 20، تمام؟ هي فعلاً لازم تكون ولا مؤاخذة 20، تمام. بس خلينا نبدا التراك مع بعض، مستر ارسينك وتي سموك على الانتاج، ماشي، برعايه راك ستوديو. انا متفائل كده كده بالمستوى بتاع ارسينك زي ما قلت في حلقه السايفر، تمام، نخش ونشوف، يلا بينا. اري خلص ويا بي. لا نركز، نركز عشان واضح ان ده تراك بوم باب على ابوه،
ايه يا تي سموك البرودكشن ده جامد فشخ، مفيش كده. لا ومش البيت بس، ايه مستوى الرص ده، شكلنا هنسمع تراك ستوري تيلينج من العيار التقيل، شكلنا كده. واحدة واحدة بقى عشان واضح ان هي برات 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 ورا بعض، رص رص رص، جميل. طيب بالنسبة للليركس احنا معانا الحمد لله، تمام يعني العاملة بتاعت فريدم ميوزك دي مش حاصلة، فده كويس. طيب بالمنظر ده احنا هناخد 6 صارات، تمام، ونتعمق جوه بقى نشوف فيه ايه. بس الاداء قوي فشخ، تراك شدني من اول كام بار، والانتاج على المستوى فشخ، في سسبنس كده فعجبني فشخ. خلينا نسمع تاني ونركز في اللي اتقال. قول جامد فشخ، المستوى عالي عالي عالي. يعني من فترة طويلة ما شفتش النوع ده من التراكات الصراحة، انا مفتقده يعني، مفتقده فشخ. ولكن الحمد لله جالنا اهو. انا عاجبني فشخ ان الناس مستواها في السمع عالي، وبقت بتعرف تختار، بقت بتعرف تقول التراك ده ايه، بقت بتعرف تقيم هل التراك ده على المستوى العالي ولا مش على المستوى العالي. فده موضوع مهم انا نفسي فخور بيه جدا. يعني الناس بقت بتختار لي التراكات اللي تتسمع، فاهم، واللي هي عارفة ومتأكدة 100% ان انا حديها ريسبكت في العالي. فعاش فشخ الارسنك، قوي جدا على البيت، عالي فشخ. خلينا نشوف ايه اللي بيتقال عشان فيه كلام مهم جوه لازم نركز فيه، ده ستوري تيلينج، فاهم، ففي قصة، ومن الواضح ان القصة بتتكلم عن واحد عامل فيها شبح وعامل فيها جامد وملوش زي، تمام. فهو هنا بقى بيحكي لنا عنه وهيورينا ليلته رايحة فين. فخلينا نشوف، بيقولك في البداية اول 4، تمام، بيقولك من قلب الارض اللي الشجر ما بيكبرش في جذرها، ارض بور يعني، فاهم، ارض بتاعت ايه، مشاكل، منطقة فيها عوى يعني. بيقولك عرش من ذهب تتصوره ان ذكرت اسمها، هنا الشاطر بعد العركة ما بيطلعش متهم، لو ضعف المحكمة بيخش وما بيطلعش منها. نبذة عن الحياة اللي في المنطقة اللي فيها الشخص ده، اللي بعدها هيدينا بقى مثال حي منها، تمام. فبيقولك اديكم مثال، زي صاحبنا اللي ايده بتاكله، مكنة اسمها نقص وفي زبون اسمه الايجو راكبه، جامد فشخ الرايم سكيم. والمعنى بتاع البار جامد، بيقولك قد ايه ان هو متعالي يعني. ولذلك بعد كده كمل وقالك شبح سنينه وكل اللي يجيله في طريقه شكله، فالنتينو في نفسه واخد تلت تقديره في شكله. بص التكوين بتاع البار ده، واحد بيتعب في طريقة الكتابة بتاعته، بيميزها، عالي المستوى. انا بدأت افهم يعني، بص الكلام مفهومه واصل، مفيش عك، فاهم، انت لسه في بداية القصة وتعايشت معاها اساسا، تمام، حلو فش. بعد كده قال لك الذكر حضر تلقى النكش بيدور، مكان ما بيروح في عوق بيحصل. وكمل لك وقال لك جسمه مش عضل، ده وزن زايد من اكل الكفوف. بص الرايم سكيم بتاع بيدور وكفوف، وبص المعنى بتاع ان جسمه مش عضل، فمش الشبح ده هو ما عندوش عضلات، لا ده وزنه زايد من اكل الكفوف، اللي هي تحسها تشبيه مجازي، اللي هو من كتر ما بياكل ايد الناس اللي بتتمدله
فاهم، بقى وزنه زايد زايد من كتر ما هو جاحد جامد فشخ، بس شال الايدين وحط كفوف عشان تمشي مع بيدور، وعندك هنا كمان في قافية داخلية عضل مع حضر جامد فشخ. بس يا سيدي بعد كده كمل وقال لك في الكلام خط لكن يقلب قط وقت الهجوم. بص خط وقط وقت الهجوم، رجع للرايم بتاع كفوف وبيدور دق الطبول، ابتدى البار الرابع بالرايم اللي قبله جامد. يقلب قط وقت الهجوم دق في طبول، حالة حرب هلع شك وظنون شكل الأسود جامد فشخ. المالتي سيلبل اللي عامله ده، وقت الهجوم دق في طبول شك وظنون شكل الأسود، عالي مستوى فشخ. هو تعبان على الكلمات دي، بيبان يا ابني والله بيبان أقسم بالله. خلينا نكمل آخر أربعة معانا عشان نخش واضح إن في ليلة. قال لك شكل الأسود ما يغيرش لو قلبك ده قلب فار، انت اكبر قزم ما يجيبش حجمك مع الكبار، كامل ميزان هتدين مع كل ألم تدان، زي ما قالولنا جدي وجدك ياض الزمن قلاب. مفيش حد بيكتب كده الفترة دي، فعشان كده الواحد مفتقد الطريقة دي في الكتابة. والنوع ده في التوبك، في توبكس اهي، في مواضيع اقسم بالله، وهو ده اللي انا بتكلم فيه. الناس محتاجة تنوع، تمام؟ انا لما بتكلم على حسين وفليكس انا مش بقول ان هما وحشين وواقعين، لا بالعكس محدش قال كده خالص. الناس دي تمام وعامله ويف عاليه فشخ، بالعكس هما كانوا السنه في اخرها فده عاش. بس وبعدين، فاهم قصدي؟ انا بحاول انبههم في البدري ان يعني الناس دي محتاجه تغير، مش تغيير اسلوب على قد ما تغيير موضوع، تمام؟ بس نكمل الشغل العالي اللي ارسنك عامله ده مع تي سموك. حلو الكلام، انا عاجبني فشخ. ناخد الستاشر اللي بعده. قول يا عالمي. التراك فيه حماس وفيه شغف ان انا اعرف القصة هتنتهي على ايه، رغم ان هي معروفة يعني، فاهم؟ ولكن دي الحالة بتاعت التراك، يعني راب نضيف، اداء عالي على البيت، انتاج عالي للبيت، مفيش كده، في تكامل. هو بس بيرجع لأكبر نقص دايما بتكلم فيه، الفيديو كليب ده انا لسه جايلك. هو يعني ايه تراك زي ده ما يعملش ارقام؟ مش فاهم ايه 35,000 ده، يعني ما تعملوش بروموشن ليه زي باقي التراكات؟ ولا ده اللي ما بيمشيش مع الناس؟ ده اللي ما بيمشيش مع الناس، هايل هايل. نشوف اللي تقال، بيكمل القصة تمام بعد ما قالك زي ما قولوا لنا جدي وجدك ياض الزمن قلاب. قالك بتعيد نفسها الاحداث رغم ان راسه في الغلط، صاحبنا ده كان ملاك لكن شيطانه اللي طغى. بص طغى مع الغلط. بعد كده يقولك بسبب اصحابه الضغط، وهذا هو الصديق السوء، تمام عزيزي المشاهد يعني. فقالك بسبب اصحابه الضغط، الصح في راسه اختلط. عجبني فشخ المفردات اللي هو مستخدمها في الرايم سكيم، يعني على المستوى الصراحة. بس وكمل لك وقالك اخد طريق كل واحد مقداره وداره واتخرب، وده العادي اللي بيحصل، يعني تحس ان هو بينقل لك صورة حقيقة من الواقع ولكن بانتقاد، فاهم؟ من غير لما يسقف لها يعني، فاهم قصدي؟ واخد بالك في الاخر هقول لك، بس لما نخلص التراك. بس بقى كده يقول لك قدروا صابوا بالغضب، الليلة عتمة في الشتاء جات له مكالمة من صاحبه اللي بيزقه على الافترة. بص التقسيم جامد فشخ. بعد كده قال لك بيتعارك وده راشق بتحمسه الجريمة، فراح له جيري جات له مغامرة هتحسسه بالقيمة. جامد فشخ الوصف، والقصة فيها تشويق، ما زلت عايز اعرف النهاية. بس يا سيدي بعد كده قال لك يحكي لده وده وياخد الشابو، ده مصدر قوته
لو كان يعرف ان دي النقطة الفاصلة في قصته وهتسيب له بصمة في جتته كان هيلصم سكته، لكن شيطانه وسوسه وما قدرش يكسر كلمته. جامد فشخ، والنقلات اللي بيعملها بين القافية الداخلية والقافية العادية قوية فشخ. يعني عندك ده مصدر قوته عادية، الفصلة في قصته عادية، وهتسيب له بصمة في جتته دي داخلية لأن بعدها كان هيلصم سكته. بعد كده لكن شيطانه وسوسه وما قدرش يكسر كلمته. يعني بارين عاديين وبارين فيهم قافية داخلية. جامد فشخ التنقل اللي هو بيعمله. نكمل آخر أربعة من تاني 16 معانا. بعد كده قالك ادعي القاضي يقصر مدته، ده لسه مكمل بنفس الايه الرايم، يعني قافل الرايم اللي قبله بقافية داخلية. فقالك وصل مكان الحدث، سلاح بمكان، ناس بعدد، هنا النزال ابتدى. خلاصة الكلام للأسف وسط الزحام في الخفة، صاحبنا فتح دبلته على الهدف، الواد اتقتل. جامد فشخ، جامد فشخ صياغة البارات مع السكيم مع القصة. يعني هو لغاية دلوقتي محافظ على القوام بتاع القصة اللي هو عايز يحكيها، وفي نفس الوقت ملتزم بعبارات وبوصف قوي فشخ للقصة. يعني ما خرجش براها، ما فصلكش، يعني عالمي عالمي. نكمل وناخد تالت 16. يلا بيه قول. قوي فشخ، قوي فشخ. يعني انا من كتر ما القصة عجباني ومدخلاني في المود مش عايز افصل، اقسم بالله ما عايز افصل بجد. والانتاج بتاعتي سموك قوي فشخ لان هو عالي معاه، يعني تحس مع تطوير الاحداث تي سموك بيطلع معاه. جامد فشخ. وموضوع الفوقان وان هو ايه ده مش مصدق اللي هو عمله وايه اللي جاب السلاح ده هنا، والناس اللي كانت بتضحك في وشه دلوقتي مش عارفينه ومحدش معاه. جامد فشخ. خلينا نكمل. طبعا بعد ما قالك صاحبنا فتح دبلته على الهدف، الواد اتقتل، هنا النزال انتهى، كله قال يا فكيك، كله ايه فلق ولا مؤاخذة، الاسود اتقابله فردوا جناح الخفافيش، كله بيطير. طبعا بعد ما الواد اتقتل، تمام، هو نزل وعمل شبح وراح قتله فكله طار الا صاحبنا. بيسأل نفسه ليه السلاح ده، انا ماسكه ليه، واللي انا فيه ده اسمه ايه. من جواه بيسأل صحابه في وسط الدكن، ده انتوا فين، بص ده انتوا فين مع ده اسمه ايه وانا ماسكه ليه، وبيسأل نفسه ليه. بس يا سيدي بعد كده قال لك في امل ان الشيء يتغير من ندمه في عينه، اكيد لا اكيد يعني. وكمل وقال لك حاسك يا صاحبي دي نار العذاب في التهامها، دي جهنم يا صاحبي. بص بيرد بالرايم بتاع يا صاحبي ازاي، بيقفل بيه قافيه داخليه. وكملها وقال لك وانت فتحت باب من بيبانها، بيبانها التهامها، واصاحبي على اصاحبي. جامد فشخ. وهيكمل وقال لك فمهلك يا صاحبي اللي غارق في همومك دلوقت، اللي ضحك لك في وشك بيشمت وبيلومك دلوقت، كنت تجري الاكل عيشك كان هيصونك دلوقت، بس انت اخترت تبقى بتجري من الحكومة دلوقت. ثبات الرايم في الاربعة دول جامد فشخ، اللي هو بيفوقه لنفسه فوق. بس طبعا خلاص فات الاواني. بعد كده كمل وقال له تحس ان هو قاعد بيأنبه وبيفوقه بس من بره القصة. قال له قول لصاحبك اللي عايزك هل لو عزته تلقاه، الاجابة بص مفيش غيرك انت وبوكس سباق. بيفوقه بالواقع بقى، هو خلاص اتقبض عليه وسكته على السواد. يعني قال لك بكسر وايجاز تقدر تطلب اليسر من الله، بس ربك عدل وزي ما على عباد ودست تداس كارما. دلوقتي انا فهمت ليه كارما، واكيد انت فهمت ليه معنى كارما في الليلة دي، اللي هو الفعل اللي حاصل لغاية دلوقتي.
واللي هو فعلا مبدأ السببية، حيث النوايا والأفعال الفردية التي تؤثر على مستقبل الفرد، اللي هو جايبه لنا كمثال هنا دلوقتي. مفيش صياغة لمعنى التراك بالشكل ده، صياغة القصة على أعلى مستوى. أنا مذهول بالمستوى الصراحة، مفيش كده. خلينا نكمل وناخد آخر 16. عالي وكله باختيارك انت متسوق من حارة شارع لشارع بحارة يرهب والطاقة بتهدى عوض نفسه في وشه وكسر دبلته رماها املا في ان القاضي قصر مدته دي النقطة الفاصلة في قصته وقص المكان الحدث اجوان القلق نزل عدد هذا النجاح ايش الوجود بتفر الاقوال بينما صاحبها قفص وراجع كل اللي فات من صباح الفجر. ايه ده، يخرب بيت قفلة القصة مع قفلة التراك. مفيش كده، التراك ده مثل ان انت ازاي اقتبس من الواقع قصة تعلم الناس وتفوقهم وتصحصحهم لنفسهم، زي القصة اللي موجودة هنا دي، يعني حاجة بتبعدك عن الغلط. تمام، مش زي الباقي بيدخلك في الغلط وبيخليك تعمل الغلط. ايه ده اللي هو بجد، يعني ايه في وسط القصة تقولي ان هو عور نفسه في وشه وكسر دبلته رماها املا في ان القاضي يقصر مدته، دي النقطة الفاصلة في قصته، وصل مكان الحدث تاني اجواء القلق نسبة عدد هنا النداء ابتدى، وحتة محكمة اللي اتندهت دي جامدة فشخ، استوبايا على المستوى. بعد كده قال لك الشهود بالدني باقوال بينما صاحبنا في قفصه بيراجع كل اللي فات من ندم، ملف قديم وسط ملفات اتسرد، صاحبنا كان عليه قضية ضرب وسلاح من زمن، كان عور شاب في وشه افتكر جاله انسهال من العجب، نفس التعويرة دي في وشه دلوقتي وده كان التمن. بعد كده عادلك 4 عبارات من فوق وقالك بتعيد نفسها الاحداث، اللي هي الخلاصة بقى وقالك بتعيد نفسها الاحداث، جي الحكم والصدر القرار بالمؤبد هيكمل حياته ورا القضبان، صاحبنا عبرة ومثل للناس كما الميزان، زي ما قالوا لنا جدي وجدك ياض الزمن قلاب كارما. مفيش فجر كده، اقسم بالله بقالي فترة طويلة فشخ ما سمعتش المستوى ده، وعتابي الوحيد ازاي البوم زي ده لسه ما كملتوش، بس ازاي تراك من الالبوم ده ما يطلعش للنور والناس تسمعه ويجيب بال100,000 وبال200,000 والنص والمليون، ازاي؟ انا عايز رد على الكلام ده، يعني ده المتفق عليه، هو ده الراب اللي انا عايزه يطلع ما يطلعش برضو، يعني مستوى وموضوع وقصة وسرد للأحداث، تراك من نوع الستوري تيلينج اللي في العالي. يعني أتمنى البشرية هي اللي تقوم بالدور ده بقى من خلال الحلقة دي، أتمنى يعني. وبالمستوى ده أوعدكوا هكمل باقي الألبوم إن شاء الله يعني، بس هينزل على فترات. تمام برضه عشان الناس إيه ما تزهقش، وموضوع تجميع الحلقات ده صعب ان هو يحصل، فاهم يعني، الناس مش متخيله شكل الحلقه الواحده للتراك الواحد بتبقى عامله ازاي، فما بالك بقى كذا تراك ما شاء الله يعني. وعلى راي ناس بتقولي ده 6 تراكات، تمام، وفي تراكين تانيين مش عارف فين، فعندك ده تراك واحد من 8، المفروض اعمل ايه؟ فاهم، بس فعلى هادي نمسك تراك كده ايه ونسويه، لان ده شغل على المستوى العالي، مفيش بعد كده. اتمنى الشير للحلقة دي يوصل في العالي، بمناسبة السنة الجديدة ومناسبة عيد ميلادي، يعني ايه في 1/1 ولا مؤاخذة يعني، ولنا لقاء في اللي بعده. اللي بعده يا ابني، اللي بعده حبيب قلبي، يلا.